أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولباسهم فيها حرير
ولباسهم فيها حرير بسم الله الرحمن الرحيم الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير طيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثه وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول حُنَفَاءَ
غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك لكم فيها منافع إلى أجل مسمى محلها
صدق الله العظيم. بلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا واستمتعنا بهذه التلاوات القرآنية المباركة لما يسمى